هلا رح ننتقل لمحطتنا التالية وهي المحطة الطبية، والحديث رح يكون عن التبول اللا إرادي وهي من المشكلات الصحية التي يصاب بها الأطفال، وتتنوع الأسباب اليوم بين العضوية والنفسية وراء هي المشكلة التي يمكن بتسبب الكثير من الحرج والانزعاج للطفل والأهل على حد سواء. يمكن أن يكون التبول اللا إرادي وراثيا وهو أكثر أكثر شيوعا بين الصبيان، شو هي الأسباب والأعراض؟ شو أهم العلاجات الممكنة دون التأثير على نفسية الطفل؟ أكيد للحديث عن هالموضوع أكثر بيسعدنا نرحب لليوم بالدكتورة رشا داغستاني وهي اختصاص أطفال. أهلا وسهلا فيكي، صباح الخير. يسعد صباحكم، يسعد صباح كل المشاهدين اللي عم يحضرونا هلا. صباح الخير دكتورة، أهلا وسهلا فيكي. يعني موضوعنا كثير مهم وخاصة عند لا وحساس بنفس الوقت وحساس بنفس الوقت ومحرج للأم وللأهل، وأحيانا بيخجلوا إنه يسألوا. وكيف ركزنا على موضوع الصبيان؟ لأنه عن جد بكل عيلة بتحسي إنه الصبي آخر شيء بينضف ودائما عنده تبول لا إرادي وهيك. خلينا نحكي أول شيء على العوامل النفسية يلي بترافق الطفل يمكن من وقت ما ببلش يوعى على الدنيا، لا بتستمر معه لبعدين بتسبب له يمكن تبول لا إرادي. تمام. هلا طبعا ما بننكر انه العامل النفسي له دور كتير كبير بالقصة، بس هو غالبية الحالات لقلك بتكون فيزيولوجية، يعني شيء طبيعي. ممكن يضل الطفل مثلا العمر 5-6 سنين يعمل حالات تبول لا إرادي بدون أي أسباب مرضية، يعني هي على 5-6 سنين حتخف وتختفي لحالها يعني. ومثل ما ذكروا بالتقرير انه هي شائعه اكثر عند الذكور اكثر من الاناث بالفعل. هلا العامل الوراثي كمان مثل ما حكيتوا بتلعب كثير دور اذا احد الابوين كان يعاني منه وهو صغير. ومثل ما الاب ولا الام اكثر ما دخل احد الابوين. تمام. وكون الشيوع مثل ما قلنا ذكوري اكثر من الاناث يعني فأكيد الاب اكيد الاب. العامل النفسي طبعا له دور. هلا نحن احد الاسباب اللي هو الاطفال اللي عندهم مثلا متلازمه اللي هو فرط النشاط عند الطفل، او انه يكون في مشاكل بين الابوين، احيانا الطفل بيكبت هالشيء بنفسه، يعني مشاكل انفصال بين الابوين، سفر كذا، الطفل ممكن يكبت هالشيء. هون بلشنا نحكي عن الضغوط النفسيه. ضغوط نفسيه تماما بيعاني من الطفل انه تعمل له حاله من التبول اللا ارادي. وبذات الوقت هي نفسها حاله التبول اللا ارادي وخارجه عن اراده الطفل، يعني هو ما له وعيان على حاله، بتعمل عنده رد نفسي قدام اخواته او بالعيله او قدام امه وابوه، خصوصا اذا صار في توبيخ من الاهل انه انت ليش هيك عم تعمل، كيف انت هي ما عم تحس حالك. هو فعليا عدم ضبط يعني بهذا العمر لسه ممكن غير قادر انه يضبط، بإضافة مشكلة النوم العميق يعني. فمثل ما حكيت غالبية الأسباب بتكون سليمة حتى ننفي العكس. فنحن كل طفل بيراجعنا نحن بدنا نفحصه فحص دقيق وشامل، بنطلب بعض التحاليل صور لحتى نعرف شو السبب. في أسباب كتير يعني ممكن تكون أسباب يعني مرضية عند الطفل. مثل شو أسباب مرضية؟ أسباب مرضية مثلا حأذكر لك أشياء سبب وأسس هالسبب اللي هو الإنتان البولي. يعني ممكن يكون طفل عن تقول الأم إنه هو نظيف وبحياته ما عمل شيء، فجأة بلش إنه يسجل حالات تبول لا إرادي فجأة، فبنعمل تحليل بول نكتشف إنه صار معه إنتان مجاري بولية سبب له هذا الشيء. كمان في سبب تاني اللي هو الامساك، انه الطفل اذا عانى من الامساك فانه حتقولي ليش يعني شو دخل هي بهي، فاللي هو الامساك انه مثلا اذا صار في تجمع للكتل البرازيه فحتضغط على المثانه وتترك لنا بقايا بول بالمثانه وتعمل له حاله من التبول لا ارادي. كمان احيانا نحن بنسال الام، بيهمنا كمان اثناء يعني اخذ القصه المرضيه فحص الطفل انه هل كم مره عم يسجل بالاسبوع، هل هي يومي، قد ايش صار لها مستمره، هل هي صباحا ومساء. يعني نحن غالبيه الحالات ليليا، بس في حالات اذا كان نهاري ليلي معناتها في مشكله حقيقيه عند الطفل. صحيح. قد تكون مشكله عصبيه، يعني احد الاسباب انه تكون عندنا مثانة عصبية او تشوهات بالجهاز البولي. فنحن بنستقصي عن كل هذه الامور وبنشوف الطفل مثل ما عم قلك لنعرف الاسباب. كمان في اسباب تكون انه الطفل مريض سكري مثلا، فنحن ما ظهرت احيانا اصعب شيء عند الاطفال اللي هو الداء السكري، احيانا ما بيتشخص لاي سبب ويكون معه الطفل سكري، ما بيتشخص الا حالات لاحظوا انه تبول لا ارادي، بنعمل تحليل نكتشف انه الطفل معه سكري. عرفتي كيف؟ او مثلا مشكله غديه، نقص بهرمون المضاد للادرار، يعني في مشاكل كثير نحن يعني بحر من المشاكل تماما. يعني في كثير اسباب مثل ما قلنا نفسيه، عضويه، مشاكل بالتشوهات والجهاز
الجهاز البولي، في كثير قصص ممكن تسبب لنا هذا الشيء. من عدا انه في اطفال اصلا اثناء اللعب بيهمل حاله، ما بدم انه ما بده يدخل على الحمام، بتعمل لنا هذا المشكله. لكن نحن امتى بنقول انه لازم، يعني بدنا مراجعه، مثل ما قلت لك اذا كان ليلي نهاري، اذا كان متكرر يوم بشكل يومي، إذا الطفل تجاوز 7-8 سنوات ولساته عم يسجل هيك حالات. نحن بنحكي عن مرحلة وعي، يعني 7-8 سنين صار بيعرف إنه هو بده في يفوت مثلاً على الحمام أو يطلب هذا الشيء. بلا. وفي حالة كتير حبيت إنه نوه عنا، اللي هو النوب انقطاع التنفس أثناء النوم، ضخامة اللوزات والناميات. يعني الطفل قد بيشخر أثناء الليل وبينام بعمق، هي بتعمل يعني كتير أهالي سألوا إنه هل معقول إنه طفلي لأنه عنده لوزات وناميات رح يتسبب هالشي، والفعل طلع إلى دور. ولما عملوا العملية واستأصلون كان إلى دور كبير إنه تتلاشى موضوع التبول اللا إرادي عند الطفل. نعم دكتورة، كمان خلينا نحكي، طيب هل عامل انه الام تنظف ابنها على بكير له علاقة بهيدا الشيء؟ يعني الكشف المبكر عن التبول اللا إرادي كمان بيساعد على انه الطفل يتعافى منه؟ واي عمر لازم الام تبلش تنظف ابنها؟ هلأ عادة طبيا ما بيقدر الطفل يبلش يضبط المسرة، يعني شيء علمي، يعني للسنتين 2-2.5، فلما تبلش قبل عم تعذب حالة فعليا، يعني عم تعذب وترهق الطفل. فأنا دائما دائما بننظف الولد تبع انه بالنهار ما بس بالليل منطول، ممكن نخليه للعشر سنين ونحط له حفاضة. تمام. لكن انه بدها تبلش بالسنتين، وهي نوع من التدرب، يعني بلش يفهم الفكرة. انا هذا رأيي، يعني هذا الضغط والضرب والاسلوب التعنيف عند الطفل انه تعطيه فرصه، هو رح يوعى رح يفهم القصه، ولكن بالتدريج. فبلشنا بهذا العمر اجباري رح يسجل حالات تبول لا ارادي، هو لسه ما تدرب. يعني حتى نحن تعريفه انه بنبلش من 3-4 سنين انه يسجل حالات تبول لا ارادي بالليل، بعد ما كان شو ضابطها قبل. يعني كان بتقلك اول نظيف وحتى بالليل ما تعمل شيء، مرقت 6 شهور ما عمل ولا شيء، هلا رجع يعمل. عرفتي كيف؟ فنحن ليش قلت مثلا العمر 5-6 سنين بنعتبره طبيعي؟ يعني اذا اكلي عملها 3 مرات بالاسبوع بعتبره طبيعي، ولا طولي بالك ليكبر. بس طبعا انا ما بتركه، انا بطلب له تحاليل، انا بعمل صور تانية، بستقصي عن امور تانية، بركي انه لا سمح مرحلة الله. تماما. مرحله الليل هي ابشع شيء، هي ابشع شيء. تماما تماما، هي مثل ما عم اقول لك، هي يعني مؤثره نفسيا للطفل وللأهل بذات الوقت. يعني هو الطفل عم يكون انه ما عم يحس حاله، وعم يحس بالحرج قدام امه وابوه، والام عم تعصب، وممكن يكون في عنف، وممكن يكون في توبيخ، وممكن عم تعاقبه انه انت عم تعمل هيك وعم تحس حالك، هو بالنهايه خارج عن ارادته. يعني طيب حكينا عن وجود مشكله اليوم سواء كانت نفسيه او فيزيولوجيه، شو العلاج اليوم لهذا الموضوع؟ طبعا كل حاله، حلو يعني سؤالك، انه كل حاله لها علاجها. اذا حددنا نحن السبب، سواء مثلا مثل ما قلنا تشوهات بالجهاز البولي، فنحن بنعالج المشكله جراحيا. مشكله مسانع عصبيه رح نعالجها عصبيا وبالادويه. الطفل اللي عنده مشاكل نفسيه رح نحاول انه نعالجه نفسيا ونعالجه. طفل عنده انتام بولي فنحن بنعالجه. لنا كثير يعني بحر من الادويه والعلاجات والمراقبه. مده العلاج طويله بتكون عاده؟ ايه عادةً، يعني قديش؟ لا يقل عن 6 شهور للسنة. يعني أنا مبدئياً بقول للأم استعملي الدواء 3 شهور وراقبيه وخبريني شو صار بـ3 شهور، برد بكررهم 3 شهور تانية لكمل 6 شهور كاملة. وبراقب بهالحالة، ونرد بنعيد تحاليل، ونرد بنعيد الصور والإيكو. فيعني كل حالة مرضية حسب علاجها. إذا قلت مثل ما ذكرنا مشكلة غدية، مشكلة سكري، كمان نعالج المسبب الرئيسي عند الطفل. إذا نفينا، وطب مثل ما قلت لك تخيلي يعني بنسبة 70% أنه يكون طبيعي فيزيولوجي، ساعتها بنقلها للأم ننطر بس بنعطيها أدوية تخفف من إنتاج البول عند الطفل، وتنشط المثانة ليقدر يحس على حاله. يعني عرفتي كيف؟ بنعطي أدوية كمان نساعد الطفل والأم أنه تخفف من هذا الموضوع. هلأ في شغلات تقنيات حديثة، بس المشكلة مو موجودة ببلدنا، أنه في أجهزة إنذار توضع للطفل لحتى حساسات، لحتى تعطي إنذار وإشارة لتفيق الأم أو تفيق الطفل، بس ما لها موجودة ببلدنا صراحة. خلينا دكتورة نحكي بموضوع كتير مهم، هو موضوع الأهل، وعي الأهل بهذا الموضوع أكثر من الأولاد. يمكن مثل ما قلتي، يمكن كتير من الأهل بيستخدموا العنف. هل العنف بيزيد الحالة، حالة التبول اللا إرادي، وبيوقف بوجه المعالجة؟ طبعا طبعا، لأنه هي زودت المشكلة. يعني
زودت الرد والتوتر النفسي عند الطفل، ما فادته شيء، بالعكس زادت موضوع الستريس اللي عنده. هو بالاساس يعني سببه، يعني عرفتي كيف، غير العامل النفسي والعضوي له سبب، يعني هذا السبب الستريس بيعمل هالشيء بيخلي الطفل متوتر، ممكن بزياده انه تعمل معه هاي القصه. فما حنستفيد شيء غير انك انت اذيتي ابنك نفسيا، يعني عملت له مثل نوع من الرد او العقده النفسيه طول حياته، ممكن ترافقه انه هو تعنف، انه هو كان يعمل هالشيء وهو صغير. فالمفروض شوي تاخده بحنيه تستوعب القصه اكثر، انا هذا رايي. يعني دور الاهل والام والاب كثير كبير. يمكن كثير في اولاد خلص بيقولوا يعني خلص ما بقى لا بيتبولوا اراديا ولا كمان لا اراديا، بيحصروها مثل ما بيقولوا. ايه هو فهي بهي ردة يعني. الفعل بتكون قاصدة، كمان بتسبب مشاكل زياده كمان. تمام. هلا بيبين هلا الطفل العنيد، الطفل اللي مثل ما قلت عنده متلازمه هي فرط النشاط، بيكون واضح يعني اعراضه واضحه، فهو مشكلته نفسيه، فهو بده تلجا طبعا. يعني على فكره انه تيجي من نوع الضغط رح يكسر اكثر، تيجي بالمسايره اكثر، يعني حتى بنحكي هالشيء نحن مع هذا الطفل نفسه اللي هو عم يعمل هالشيء ليلفت نظر الاهل. يعني مثل ما ذكرتي انت في بعض الاطفال هو عامله قصدا نوع من لفت نظر الاهل انه اهتموا فيني او خففوا المشاكل بالبيت، خففوا الضغط علي. يعني فبالنهايه بنرجع بنصب لنفس النقطه انه بالمسايره بالحنان ما بالعنف ابدا. طيب. ابدا الموضوع ما بتعمل. اذا نحكي عن احصائيات اليوم وحضرتك عم تتابعي يمكن كثير حالات، شو المسببات الاكثر عم تكون الشائعه لهذا المرض التبول لا ارادي؟ المسبب الشائع 90% فيزيولوجي، ما له اي سبب ناجم عن وراثي، انه هو طفل ما راح يقدر يضبط المسره لعمر معين، يعني بده يضل يعمل مثلا يسجل مره مرتين مره بالاسبوع، لنقول مرتين بالاسبوع هيك ليصير عمره 6-7 سنوات يقدر بقى يضبط حاله. هي غالبيه الحالات هي كنسبه. بعدين بتجي بالدرجه الثانيه كنسبه شيوع مثل ما ذكرتي اللي هو الانتان البولي والمشاكل اللي هي النفسيه، الرد النفسي عند الطفل. يعني هي ثاني شيء. بتجي بقى الشغلات الثانية مثل ما قلت لك، التشوهات بقى صارت نسب أندر بكتير، بس الغالبية إنه ما في شيء. بالإضافة لموضوع الوراثة طبعا، يعني نضمه نحن لموضوعنا إنه الوراثة كتير بتلعب دور بالموضوع. نعم. طيب نصائح اليوم ممكن نوجهها للأهل كيف يتعاملوا مع هذا الموضوع؟ هلا نحن ما فينا ننكر قد ما كانوا الأهل مستوعبين، ولكن هو حيسبب مزعج، كترته حيكون مزعج بالنسبة لهم. أنا برأيي تراجع، يعني تراجع أقرب طبيب أطفال، نعمل تحليل لحتى نقدر نساعده، لأنه حتى لو كان ما في أي سبب مثل ما قلت لكم اللي هو الشائع فيزيولوجي، إنه الطبيب رح يساعده ويطمنه. وعم قلك رح نكتب دواء حتى للفيزيولوجي، نكتب دواء ليخفف من إنتاج البول ويساعد شوي ليتضبط المسرة وبيخفف الحالة عند الطفل. يعني حتى هي اللي ما له أي سبب مرضي نحن بنعطي علاج للأهل لنخفف لهم من هي الحالة ونخفف من هذا الشيء. فهي تراجع أقرب طبيب لتعرف شو سبب المشكلة وتعالجها وما يكون فيها حرج. يعني إذا هي ما حابة تحكي للأهل للجيران مشكلتها عم تحس بهذا الحرج، فهي تراجع أقرب طبيب لحتى نقدر نساعدها ونعالج المشكلة أكيد. نعم. خلينا بس كي نتطرق، نحن دائما 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 ضمن العلاجات وخاصة للأطفال بنلجأ للشيء الطبيعي، بنلجأ للأعشاب. لا مو بس للأعشاب، كمان معالجة يمكن هيك نفسية على الهدى برواء قبل اللجوء إلى الدواء. هل الدواء بيضر وفي حل بديل؟ لا الحمد لله نحن بنكون حذرين بوصف الادويه وما بنعطيها فترات طويله، مثل عم لك يعني ماكسيموم 6 شهور ممكن للسنه حسب كل حاله وحسب عمر الطفل. لانه اذا بعد السنه وما استجاب فنحن بنشك بشغلات صفة بقى شيء ثاني، بنشوف شيء اعمق، شيء عصبي، عرفتي كيف، بنصير بنطلب شغلات ثانيه، تحاليل ثانيه، صور اعمق مع صور ظليله لحتى نعرف اكثر شو سبب المشكله، عرفتي كيف. لكن يعني اكيد ما يخفى لي هو انه مثلا تحاول انه تجرب علاجات بالبيت، انا ما كثير بنصح فيها. والسايد افكت تبع الادويه ما بنخاف منه، هو صعيب بعض الحالات انه بتقول لك قطعت الدواء رد رجع ابني، فبنقول له خليه فتره طويله وما في خوف، ما حيت انه يتعود. ايه فتره طويله مو اكثر من 6 شهور، ما بنخليه يتعود نحن وبنراقب. في بعض ادويه نحن بنخميه خط الثالث في العلاج اللي هو بعض مضادات الاكتئاب، تخيلي لها دور انه تساعد بموضوع هذا التبول لا ارادي، بنكتبه كحل اخير.
ومع ذلك ما منطول فيه لحتى ما انه نعمل اعتياد. هدول الادويه بتخوف تماما. عمل لك الخط الثالث يعني بعد ما انه فشلت كل المعالجات بنجرب وبنعطيه وبنراقب وبسال الاهل شو كانت رده فعل الطفل، شو عملت له، عملت له نعاس، عملت له هياش، وسبب له. فنحن وما بنكتبه كمان فتره طويله، بس مثل ما بيقولوا اخر حل، اخر حل قبل ما انه يعني ما نوصل لنتيجه مع الاهل يعني ومع الطفل. بدنا نحكي يمكن عن موضوع سريع، موضوع ننوه عليه سريعا، هو سرعة التبول. إذا بدنا نقول هو مو تبول لا إرادي، ولكن سرعة التبول، يعني الطفل شرب كاسة مي فورا بده يصير بده يفوت على الحمام، هذا صحيح ولا لا طبيا ولا شيء مو طبيعي؟ طبيا وعلميا أنه الطفل بيتبول من 4 لـ7 مرات باليوم. هلا الطفل مسانة تختلف طبعا، كل طفل حجم المسانة عنده من طفل آخر، فهو شغلة نسبية. يعني ممكن طفل تلاقي مثل ما ذكرتي كل ساعة عم يفوت، في طفل ممكن بنهار كله تقولي أمه ما اشتغل 3 أو 4 مرات، فتلعب دور كمان حجم المثانة وحجم إفراز البول اللي هو نشاط الكلية. فكل طفل حسب حاجته، بس أقول لك كنسبة طبيعية وسطيا من 4 لـ7 مرات أنه يخرج. فنحن إذا لاحظت الأم هذا الشيء ممكن نطلب تحليل بول لنشوف كثافة البول، ونطلب تحليل لهرمون الإدرار، نطلب تحليل لنطمن عن الكلية دائما، يعني مراجعة الطبيب. إنه في حالات لها علاقة بتشوهات بالكلية، لها علاقة بتشوهات بالحالب اللي هو الحالب الهاجر، لها تشوهات بالإحليل، تضيق الإحليل بيعمل مثل ما ذكرتي هي الحالة. ممكن يكون تشوه أسباب بالمساني كتيرة. جزر كتير ممكن جزر مساني حالي. بدنا نشكرك كتير دكتورة، يعني معلومات كتير اليوم قدرنا نحصل عليها منك. دكتورة رجاء داغستاني اختصاص أطفال، أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكم، وأنا كمان حابة أشكركم ويسعد صباحكم مرة ثانية. صباحك يا رب، شكرا كتير.